بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اذا بنتكلم عن بطوله كاس اسيا قبل لا احنا نتحرك من الدوحه, طبعا كان هناك اجتماعات من قبل الجهاز الفني والاداره اللاعبين لتهيئه اللاعبين من ناحيه الذهنيه حق بطوله كاس اسيا, لان هذه راح تكون معترك مهم للمنتخب الوطني. طبعا كان هناك تحديد للاهداف اللي راح المنتخب يسعى لها خلال البطوله, وضعين في عين الاعتبار ان المباراه او المباريات كلها والبطوله بشكل عام ما راح تكون سهله, خصوصا في ظل الظروف اللي احنا رايحين فيها للامارات. فطبعا كانت شوي هناك نوع من مثل ما تقول توجس, مو بعارفين بالضبط شو اللي ممكن يصير هناك, ولكن كان عندنا ثقة ان احنا كرياضيين رايحين لبطولة كرة قدم, نمثل رياضة كرة قدم, نمثل بلادنا بشكل جيد خلال هذه البطولة, لأن في النهاية كرة القدم رسالة سلام. إن شاء الله احنا نقدر أول ما نوصل هناك أن نوجهها للجميع. بالنسبة حق أول مباراة, طبعا أول مباراة كانت مع المنتخب اللبناني, كانت مباراة قوية. المنتخب اللبناني كان ظاهر في التصفيات بشكل جيد, كان في حذر كثير من لاعبينا لأن أغلب لاعبينا يخوضون بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في مشوارهم الكروي. هناك كانت المباراة سجال بين الفريقين مع شبه أفضلية للمنتخب اللبناني, لكن في نفس الوقت قدرنا احنا نتحكم بأعصابنا على الرغم من ثقة من صغر سن لاعبينا. يمكن كنا احنا من أصغر المنتخبات في البطولة, معدل أعمار لاعبينا تقريبا 24 سنة, إلا ان احنا استطعنا ان احنا نتمكن من تسجيل هدفين في مرمى المنتخب اللبناني ونحقق أول 3 نقاط في مسيرتنا في بطولة كأس آسيا. بالنسبة لمباراة كوريا الشمالية, أتوقع الفوز على المنتخب اللبناني أعطانا دفعة معنوية كبيرة,
ثقة للاعبين بأنفسهم. طبعا كانوا متابعين مباراة السعودية وكوريا الشمالية اللي فاز فيها المنتخب السعودي، فبالتالي احنا كنا واضعين في عين الاعتبار ان المنتخب ايضا يدخل هذه المباراة بقوة على اساس انه يضمن تأهله للدور الثاني ويحقق 6 نقاط من مبارتين. بكل تأكيد الشباب ظهروا بشكل جيد، تمكننا من تسجيل 6 أهداف في مرمى المنتخب الكوري الشمالي من البداية، دخلنا بقوة وتمكننا من تسجيل يمكن أكبر رقم في بطولة كأس آسيا اللي كانت في الإمارات. بعد مباراتنا مع كوريا الشمالية جاءت مباراتنا مع المنتخب السعودي. البعض بدأ يرسم ملامح لمنتخبنا في هذه البطولة، منتخب صغير، منتخب جاي بدون أي إعلام، بدون أي جماهير، بدون أي ضغوطات قد تكون في ذيك اللحظات. طبعا الكل كان في الدوحة يتابعنا، الكل كان يساندنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال البرامج الرياضية اللي كنا نشوفها عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الرسائل اللي كانت توصلنا. مباراتنا مع السعودية كانت مباراة أيضا مهمة لنا، ندرك مدى صعوبتها لأن احنا نواجه منتخب سبق وأن حقق بطولة كأس آسيا متمرس على هذه البطولة. دخلنا المباراة كان هناك نوع من التوتر، كان هناك جماهير إماراتية سعودية تساند المنتخب الأخضر السعودي، في حين أن احنا كان هناك قلة من الجماهير العمانية تساندنا في تلك المباراة. لله الحمد تمكننا من تسجيل هدف في الشوط الأول، أعلن عن تقدمنا في شوط كنا الأفضل فيه للأمانة. الشوط الثاني أيضا وصلنا التفوق، وصلنا الأفضلية في تلك المباراة وتمكننا من تسجيل هدف ثاني. فهذا الفوز أتوقع حط الكل في موضع أن المنتخب القطري جاي هذه البطولة جاي بشكل قوي على الرغم من لاعبين المغمورين والصغار في السن، إلا أن الآن منتخب قطر أصبح من بين المنتخبات المميزة في القارة وتأهل للدور الثاني ب9 نقاط كاملة. بعد ما تأهلنا للدور الثاني طبعا بحكم نتائج المجموعات أوقعتنا أو الظروف أوقعتنا أن احنا نواجه منتخب العراق. منتخب العراق طبعا جالية العراقية متواجدة وبكثرة في دولة الإمارات العربية، فتقريبا الملعب شبه ممتلئ من الجماهير العراقية اللي كانت تساند نجوم أسود الرافدين. مباراة ما كانت سهلة على الإطلاق، مباراة كانت حذرة من الطرفين مع أفضلية قد تكون للجانب العراقي اللي هدد مرمانا ووصل مرمانا، لكن لله الحمد كان هناك ثبات من لاعبينا، تمكنوا من رد الهجوم العراقي إلى أن تمكن بسام الراوي من تسجيل واحد من أهم الأهداف في مشوارنا في هذه البطولة، خلانا نكون بين 8 الكبار في قارة آسيا. أتوقع أن الكل أكد على أن مباراة قطر والعراق هي من أقوى مباريات الدور الثاني بحكم النجوم، بحكم العناصر، بحكم الأسماء، بحكم قوة المنتخبين في تلك البطولة. لو رجعنا إلى تاريخ كأس آسيا، الفريق اللي يتمكن من هزيمة المنتخب العراقي غالبا ما يتوج ببطولة كأس آسيا. فبعد ما فزنا على المنتخب العراقي كان هناك نوع من التفاؤل، لأن احنا كان هدفنا أول شيء نتخطى مرحلة المجموعات ومن ثم نشوف الدور الثاني ونتمنى ان احنا نتأهل لدور 8. طبعا بعد فوزنا على العراق كان هذا أول تأهل لنا لمرحلة الربع النهائي، وكان إنجاز بالنسبة لنا، إنجاز للكرة القطرية ان احنا نتأهل لهذه المرحلة كأول مرة في تاريخ الكرة القطرية.
بعد ما حققنا الفوز على المنتخب العراقي، البعض أكد بأن المنتخب القطري قد يكون هو حصان الأسود في هذه البطولة، وأن هذا الفريق اللي قد يكون مغمور بالنسبة حق باقي المنتخبات، الصغير في السن اللي جاي من دون ضجة إعلامية، هو الفريق اللي قد يكون من بين المنتخبات اللي راح توصل لمراحل متقدمة. لكن مواجهتنا لمنتخب الكوري، وكوريا يعني تمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في الملاعب الأوروبية، في مقدمتهم سون لاعب توتنهام الإنجليزي. وأيضا احنا كتاريخ مع المنتخب الكوري مش ذاك التاريخ المميز صراحة، هناك أفضلية كبيرة للكرة الكورية علينا. لكن في ذيك المباراة كان التركيز عالي بالنسبة للاعبين، على الرغم من غياب مجموعة من اللاعبين، غياب عاصم مدبو، بسام الراوي في عاصم مدبو، وعبد الكريم حسن في ذيك المباراة. فهذا الاثنين كانوا من مفاتيح لعبنا في المباريات السابقة. لكن لله الحمد كان هناك بدلاء على أتم الاستعداد، ظهروا بشكل جيد، قدرنا نغلق المنافذ أمام المنتخب الكوري، إلى أن تمكن عبد العزيز حاتم من تسديد كرة قوية غلطت حارس الكوري، ومن ثم أعلن عن فوز تاريخي لنا، وتأهلنا للمرة الأولى إلى الدور نصف نهائي في بطولة كأس آسيا. طبعا في البداية احنا خلصنا من مباراة العراق، بعدها على طول طبعا اللعيبة توجهوا لوجبة العشاء. في نفس الوقت كانت تقام مباراة الإمارات وأستراليا، كانوا يتابعون مباراة الإمارات وأستراليا. كان هناك يعني أفضلية للفريق الأسترالي، ولكن خبرة المنتخب الإماراتي ومهاجمهم علي مبخوت تمكنوا من الفوز على الفريق الأسترالي. هني بدأت المشاعر بيننا احنا كجهاز فني، جهاز إداري، لاعبين، بأن المباراة المقبلة ستكون بمثابة يعني مفصلية، مباراة بطولة بحد ذاتها، مباراة راح تشكل منعطف هام في مسيرة كل لاعب في هذه المباراة. احنا طبعا مع كل هالاجواء، مع كل هالانتصارات، هناك رسائل من الجماهير القطرية، هناك رسائل من المسؤولين في رياضة كرة القدم، من المسؤولين بالبلد، لدعم لاعبينا، لتحفيزهم، لتبليغهم وتطمينهم ان ما قاعدين يقدمونه هو انجاز بحد ذاته، ووصولهم لهذه المرحلة المتقدمة. فبالتالي كان هناك نوع من الأريحية. يمكن احنا معسكر المنتخب القطري اقل منتخب تلقى ضغوطات، على الرغم من الأشياء المحيطة بنا في تلك البطولة. البطولة ما كانت سهلة، الظروف المحيطة ما كانت سهلة، اللاعبين كانوا قراب بشكل كبير، وهذا ساعدنا احنا كجهاز فني. انت تخيل اللاعبين حركتهم كانت صعبة، احنا حركتنا كانت صعبة، ولكن حاولنا ان كل هذه الضغوطات نتلافاها نتلاشاها، بحيث ان كلنا نلتف ونكون يد واحدة في هذه البطولة. لله الحمد مباراة الإمارات كانت مباراة مثالية من الدرجة الأولى، دعم جماهيري كان من إخواننا في سلطنة عمان، على الرغم من الأكثرية الإماراتية، غيابات كانت عندنا، ولكن البدلاء كانوا على أتم الاستعداد لهذه المباراة. كل الأمور ولله الحمد صارت بالشكل الصحيح، وبالتالي تم ترجمة نتيجة كبيرة في نصف نهائي أمام فريق يلعب على أرضه وبين جماهيره. بعد ما تمكننا من الفوز على المنتخب الإماراتي، الشارع الرياضي في قطر يعني قال كفيت ووفيت، وصلنا لهذه المباراة إنجاز بحد ذاته، مثل ما قلت لك وفق كل الظروف وكل الأشياء اللي مر فيها الفريق. لكن بعد كل مباراة سقف الطموحات يعلى، من لاعبين، من إداريين، من جهاز فني.
لان احنا وصلنا مشوار او قطعنا شوط طويل، فبالتالي سقف الطموح ايضا على، فقلنا ليش لا، دام انه وصلنا وتخطينا كل هالمنتخبات، انت تتخطى العراق بطل سابق، تتخطى كوريا بطل سابق، تتخطى الامارات اللي قاب قوسين اودنا من تحقيق اللقب، فزت على السعوديه ايضا في دور المجموعات، ليش ما يكون الدور الجاي على المنتخب الياباني؟ ايضا المنتخب الياباني مدجج بالنجوم، المنتخب الياباني نادر ما يخسر النهائيات، المنتخب الياباني عنده اسماء محترفه في اوروبا على اعلى مستوى، يحضر لبطولات كبيره على مستوى العالم. احنا فريقنا جديد، اول مره نشارك في بطوله كبيره مثل كاس اسيا، فبالتالي اختلطت المشاعر بين واحد مصدق ان احنا ممكن نفوز، وفي واحد يسعى ان يحقق انجاز ولقب تاريخي. عن نفسي شخصيا كنت اتمنى ان احنا ناخذ الكاس، ولكن لو تقول لي المباراه سهله بقول لك مستحيل ان احنا نفوز على اليابان في ظل كل الظروف اللي مريناها فيها، لكن مع مرور الوقت مع تسجيلنا الهدف الاول والهدف الثاني قلت شكلنا بنفوز، يعني خلاص الاشياء اللي احنا كنا نعيشها في ارض الملعب دقائق مرت علينا كانها دهور. انا بعد الهدف الثاني بعد جول عبد العزيز حاتم والثاني بديت شوي ابكي، حتى يمكن عقب المباراه انا بكيت وطلعت على الهواء بكيت، لكن مش مصدق اللي قاعد يستوي ان احنا متقدمين على اليابان 2-0 واحنا متسيدين الملعب مسيطرين على المنتخب الياباني المنتخب الكبير المرشح الاول للبطوله بعد منتخب ايران. فزنا على كل الفرق والان باقي لنا 90 دقيقه ونحقق اللقب، وخلصنا الشوط الاول واحنا متقدمين. الشوط الثاني جات اصابه بعلام خوخي، هالإصابة هذه أثرت فينا كلنا حتى كجهاز فني، احنا كمتابعين، الجماهير في قطر، لأن أبو علام لعب دور كبير. بمجرد أصيب أبو علام تلقينا هدف، هني دخلنا مرحلة الشك، هل نصمد، هل نستقبل أهداف إضافية، إلى أن أعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء بعد عودته للفار. الحكم كان الأوزبكي أرماتوف، والله الحمد تمكن أكرم من تسجيل هدف الثالث، وتمكننا من تحقيق لقب قد يمكن ما أعيش وأشوف لقب نحققه بنفس الطريقة بنفس السيناريو بنفس كل هذه الظروف. إذا بنتكلم عن أرقام هذه البطولة، احنا تقريبا من المنتخبات الصغيرة في السن، استقبلنا هدف واحد، عندنا هداف البطولة وكسر رقم علي دائي في بطولات كأس آسيا اللي هو المعز، أيضا أفضل هداف، أفضل لاعب اللي هو المعز، أفضل صانع ألعاب كان أكرم عفيف. فمنتخبنا بكل هذه الأرقام أتوقع أن توج على مش بس على صعيد آسيا، حتى على صعيد الجوائز الأخرى اللي تم منحها من الشركات أو من باقي القنوات المتابعة لبطولات كأس آسيا وحتى البطولات العالمية، أن هذا المنتخب هو منتخب العام، هو منتخب النسخة هذه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فلله الحمد حققنا كل شيء في وقت كنا محتاجين ان احنا نحقق هذا اللقب، واحنا يعني قبل ما نستضيف بطولة كأس العالم 2022. طبعا بعد ما رجعنا من خلصنا المباراة النهائية رجعنا عن طريق عمان طيارة خاصة كانت
الدوحة كلها كانت مستقبلتنا، سمو الأمير كان في مقدمة المستقبلين، فهذا بحد ذاته شيء يدعوني للفخر أني أنا واحد من هؤلاء الجنود اللي كانوا من ضمن الفريق. سمو الشيخ جاسم أيضا كان متواجد لاستقبال الفريق، فهذا يعني شوف التعب اللي احنا مريناه، تعب شهر كامل، حتى تعب المعسكرات والمباريات وضغطها كله راح في لحظة استقبال شخصية بحجم سمو الأمير وأيضا بحجم سمو الشيخ جاسم. ما أقول لك الناس شلون استقبلتنا، يمكن لو توقف وتسأل أي واحد في الشارع يقول لك هاي استقبال كان أسطوري، استقبال ما كنا متوقعينه، استقبال الأبطال فعلا. الدوحة كلها كانت تنتظر أبطال آسيا، فشيء طبعا ما أقدر أنساش. قصة كأس آسيا أتوقع أنها قصة راح أذكرها حق عيالي وعيال عيالي إن شاء الله. طبعا أكيد هو كان الكل في الفريق القطري في تصاعد، والكل يعرف أنه الفريق القطري كان رايح منه أنه كان كل أمنيات أنه يصل دور الثمانية أو النصف النهائي، لكن أعتقد اللي ما يعرفونه أنه دائما الطموح في كل مباراة تفوزها الطموح يعلى. نعم كان هناك توفيق موجود لأكرم عفيف والمعز علي وعبد الكريم والحارس الشيب، خوخي كان في قمته، يعني اللاعبين كلهم كانوا في أداء ومحاربة الزمن ومحاربة الوضع ومحاربة كل اللي موجود، فانتفضوا عن نفسهم وقدروا أن يقدمون بطولة أعتقد استثنائية وتاريخية لمنتخب قطر بالحصول على كأس آسيا عن استحقاق وجدارة. والله المنتخب القطري أعتقد استحق الفوز بهذا اللقب عن جدار واستحقاق. يعني يمكن المنتخب القطري ما فاز بلقب فقط، فاز بالكثير من الأشياء، أبرزها هو المنتخب الوحيد اللي كسب اليابان في نهائي. طبعا اليابان مثل ما ذكرت لم يخسر أي نهائي باستثناء النهائي. أول شيء المنتخب القطري حقق اللقب المرة الأولى طبعا في تاريخه. شيء ثاني، تفوق على المنتخب الياباني اللي طبعا لم يخسر أي نهائي مثل ما ذكرت. الشيء الثالث أنه حصد الكثير من الألقاب الفردية. اليوم لما نتكلم عن أفضل حارس مرمى هدف واحد يدخل في شباك المنتخب القطري منذ انطلاق البطولة حتى النهائي، أعتقد هذا يعد نجاح بالنسبة له. أضف إلى ذلك اليوم المعز علي كسر رقم علي دائي وسجل 9 أهداف في هذه البطولة وحصل على لقب الهداف إضافة إلى لقب أفضل لاعب، فبالتالي أعتقد أن مشوار ناجح، مشوار مميز جدا، استحق عليه العنابي يعني يتوج باللقب على اعتبار أنه مر بالظروف كثير. يعني لما نتكلم عن مواجهة تمام المنتخب السعودي، لما نتكلم عن مواجهة تمام المنتخب الإماراتي، لما نتكلم عن مواجهة تمام المنتخب العراقي، كل هذه الأشياء يعني مر على منتخبات يعني منها بطلين له سعودي والعراق، ومنها طبعا صاحب الأرض والجمهور، لذلك تفوق عليهم ووصل إلى مواجهة المنتخب الياباني، تفوق عليه طبعا عن جدار واستحقاق. إذن المنتخب القطري عمل واجتهد فحصد ما زرعه في الفترة السابقة. المنتخب القطري لعب بشعار البطولات المجمعة تكسب ولا تلعب، ويعرف كيف من أين تؤكل الكتف كما يقول المثل الشعبي. أهم ما يميز الفريق القطري هو الانضباط التكتيكي الكبير الذي يتمتع به لاعبيه، وحالة الانسجام العالية جدا بين أفراده، وتماسك وترابط خطوطه الثلاثة دفاعا وهجوما ووسطا. عنده قدرة عالية عند الاستحواذ على الكرة على بناء هجمات مرتدة سريعة ومؤثرة نتيجة امتلاك لاعبين مهارات عالية سواء في السيطرة أو المراوغة أو سرعة التحرك والانطلاق والانتشار الجيد في الملعب لحظة بناء الهجمات. ويمكن هذا يمكن نرجع لو رجعنا بالذاكرة لمباراة دور الثمانية ما بين الفريق القطري والمنتخب الكوري الجنوبي، سنجد أن أحداث مباراة عبارة عن اتجاه واحد، سيطرة واستحواذ تام للمنتخب الكوري الجنوبي على مجريات اللعب تماما. يمكن من هجمة وحيدة ومن تسديدة
نجح المنتخب القطري أنه يخطف هدف الفوز ويطيح بالمنتخب الكوري ويكمل مشواره إلى المربع الذهبي. المنتخب القطري أيضا بيتميز لاعبيه بقدرة عالية أو مهارة كبيرة في عملية التسديد من خارج المرمى، وده أحد الأسلحة اللي اعتمد عليها الفريق القطري في مشواره بالمونديال الآسيوي. لاحظنا منتخب متميز، منتخب منسجم، مجموعة من اللاعبين المجيدين المتميزين، برز الكثير منهم، ربما المعز علي يأتي في صدر القائمة، هداف البطولة وأفضل لاعب سجل 9 أهداف، كسر رقم علي دائي اللي كان مسجل أعلى رقم في بطولة واحدة 8 أهداف. كان هنالك مدرب متميز للغاية الإسباني فيليكس سانشيز، نجح في عمل توليفة متميزة من اللاعبين، كان قريب منهم طبعا من المراحل السنية مثل ما يعرف الجميع، قضى قرابة 7 سنوات مع كرة القدم القطرية ابتداء من إسباير مرورا بمنتخبات المراحل السنية، وبالتالي هو يعرف اللاعب القطري جيدا، وهو من يعني كان من صناع هذا الجيل القطري، وبالتالي هذا الانسجام، هذا الاستقرار، هذه اللحمة، هذه العناصر المجيدة، هذا العمل الإداري المتميز، كلها عوامل حقيقة اكتملت لأن يظهر لنا منتخب بهذه القوة وبهذا الحضور الاستثنائي في كأس آسيا الإمارات 2019. أول شيء اليوم نحن وصلنا طبعا إلى ختام كأس آسيا 2019، توج المنتخب القطري عن جدار واستحقاق، وطبعا هذا أول لقب بالنسبة للمنتخب القطري. في المقابل المنتخب الياباني خسر اللقب للمرة الأولى في يعني بعد صعوده 5 نهائيات، المرة الأولى يخسر اللقب، وبالتالي نبارك المنتخب القطري هذا العمل الجميل جدا. مباراة أكد من خلالها المنتخب القطري علو كعبة على جميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة لما قدموا من مستويات متميزة للغاية. البعض اعتقد أنه اللقاء اليابان راح يكون لقاء مختلف، وأنه اليابان بتاريخها الكبير التي لم تخسر أي نهائي آسيوي سوف يعني تتغلب على المنتخب القطري، ولكن لاحظنا تفوق قطري واضح من البداية إلى النهاية وانتصار مستحق ب3 أهداف مقابل هدف. ولما نتكلم عن الأهداف كانت أهداف في منتهى الروعة، بدأ المعز علي بكرة خلفية رائعة للغاية، ستظل هذه اللقطة عالقة في أذهان الجميع طويلا لأنه هدف حقيقة من الأهداف الرائعة جدا. يمكن أقدر أخلي لها عنوان ختامها مسك، يعني مباراة نهائية نعرف عادة المباريات النهائية دائما تكون فيها تحفظ، يكون فيها أهداف قليلة، يكون فيها يعني تحفظ بشكل عام، لكن كانت مباراة مفتوحة شهدت 4 أهداف، فوز قطر ب3 أهداف مقابل هدف لليابان. ما كانت مفاجأة كبيرة جدا لأن الأداء الفني والمستوى الفني للمنتخب القطري كان مميز، وكان حصول على الكأس غير مفاجئ، حتى لو أخذها المنتخب الياباني أيضا لن يكون مفاجئ، لأن منتخب يلعب بالخبرة، منتخب حقق الكأس 4 مرات لدى لاعبيه الخبرة، لكن لا بد في النهاية أن يكون منتخب هو اللي يأخذ البطولة. أنا في الحقيقة يعني في المباراة النهائية لفت نظري شيء، وهو حضور للجماهير الإماراتية، وأعتقد أن الجماهير الإماراتية تريد أن توصل رسالة وهي إنجاح البطولة بغض النظر عن وصول منتخبهم مباراة نهائية أو عدم وصوله، طبعا بخروجهم من دور نصف النهائي. كانت ختامها مسك فعلا من جميع، لاحظنا التنظيم والتسليم الميداليات والكؤوس والجوائز بشكل منظم جدا. أنا ذكرت قبل أن اللجنة المحلية في الإمارات ساهمت بشكل كبير على نجاح الاتحاد الآسيوي، وأعتقد لو كانت فيه دول أخرى ما كان بتوصل أو بتكون قريب من دولة الإمارات في هذه الاحترافية. نشكر كل من ساهم في هذا النجاح، نشكركم أيضا أنتم في تغطيتكم وفي ما تقدمونه في هذه البطولة اللي أيضا يعتبر سبب من نجاح هذه البطولة وهي التغطية الإعلامية. طبعا هو نهائي مثير ونهائي قوي، وبتصور أنه هو يليق فعلا بالكرة الأسيوية، وبيدينا صورة فعلا حقيقية عن تطور الكرة الأسيوية من ناحية التكتيك ومهارات اللعيبة وقدرتهم على يعني امتاع الجماهير بالفنون اللعبة. النهاردة شفنا تكتيك مختلف ما بين الاسلوب اللعب الياباني ومع المنتخب القطري.
يمكن المنتخب الياباني كان أكثر استحواذا على الكرة، أكثر سيطرة. المنتخب الياباني تفوق ميدانيا بشكل عام من ناحية نسبة استحواذ على الكرة، ولكن ما قدرش يترجم هذه السيطرة وهذا التفوق الميداني إلى أهداف وإلى فوز. وعلى النقيض هنجد أن المنتخب القطري نجح في تنفيذ التكتيك الذي اعتمد عليه أغلب فترات أو أغلب مباريات البطولة، تكتيك بيعتمد على الدفاع المتقدم، تأمين منطقة الجزاء بشكل جيد ومنظم، دفاع بيجيد التمركز والتنظيم الرائع أمام منطقة جزائه، ويمكن دوت خلق صعوبة أمام المنتخب الياباني رغم استحواذه على الكرة في اختراق هذه الدفاعات الصلبة للمنتخب القطري. منتخب القطري ممكن أقول لك أنا باختصار شديد نلخص اللي هو الإنجاز اللي عمله في هذه البطولة بالفوز بالكأس آسيا، وكأنه يلعب تحت شعار البطولات المجمعة تكسب ولا تلعب. ويمكن الحصر النموذج اللي شفناه في المباراة النهائية بيدينا واقع الأسلوب أو طريقة الفكر اللي بيعتمد عليه الفريق القطري. هو بيعتمد على الدفاع المنظم والتمركز الجيد والسعي لإنهاء هجمات المنافس من منطقة المناورات قبل ما تشكل عليه خطورة. وخلال هذه المباراة أمام اليابان الفريق القطري طلع خمس محاولات أو قام بخمس محاولات هجومية تجاه المرمى الياباني، ونجح في استغلال ثلاث فرص منها في إحراز هذا الفوز بالثلاثية. خمس محاولات على مدار الماتش فقط، ونجح أنه هو يسجل ثلاث أهداف. ده تكتيك بيجيد الفريق القطري منذ بداية البطولة، بيمتلك لعيبة على مستوى مهاري عالي بتتسم بالسرعة والرشاقة، وعندها قدرة على القيام بهجمات مرتدة منظمة ذات فعالية وإيجابية كبيرة. وأيضا في حالة فقدان الكرة أعتقد هناك التزام تكتيكي وانضباط عالي جدا جدا للمنتخب القطري في غلق المناطق المؤدية إلى مرماهم، ولذلك المنتخب القطري أنهى البطولة ولم يدخل في مرمى سوى هدف واحد اللي هو أحرزه الفريق الياباني. ده في النهاية ممكن نقول أن الفريق القطري فنيا يستحق هذه البطولة رغم أنه هو ما كانش مرشح. المرشحين كانوا طبعا السعودية والمنتخب الإماراتي والكوري والمنتخب الياباني والمنتخب الإيراني. يمكن قطر مستبعدة تماما من الترشيحات. قطر يمكن أول مرة في تاريخها تصل مباراة نهائية، وأول مرة في تاريخها بتفوز بالكأس الآسيوية. يمكن أسير في على هامش البطولة أو طيل أحداث البطولة أزمة اللعيبة المجنسين اللي بيعتمد عليهم الفريق القطري. الفريق القطري فعلا تسع لاعبين من التشكيلة الأساسية اللي بيلعب بيها النهاردة النهائي واللي بيخوض بيها البطولة لعيبة مجنسين من خارج ليسوا قطريين الموطن والميلاد، ولكن كلهم مجنسين. طالما الاتحاد الدولي بيسمح بهذا التجنيس خلاص ده واقع لازم نتعامل معاه. ويعني على جميع دول العالم الساعية إلى تحقيق بطولات ومنافسة في منافسات بطولات كرة القدم سواء القارية أو العالمية عليها أن تستفيد من هذا القانون الدولي اللي بيتيح لها التجنيس. بنقول للمنتخب الياباني طبعا أخطأ كثيرا في عدم قدرته على ترجمة هذا الاستحواذ والسيطرة على الكرة إلى تحقيق الفوز والتتويج بطلا للمرة الخامسة في المونديال الآسيوي. المنتخب الياباني لعب أربع نهائيات قبل كده لم يخسر فيهم أي نهائي، وفاز مع وصوله لكل نهائي في المونديال الآسيوي كان بيفوز بكأس آسيا. النهاردة أول مرة يصل المباراة النهائية ويخسر ويترك اللقب إلى الفريق القطري اللي هو
هيبقى البطل الحالي أو الجديد للقارة الآسيوية. مباراة النهائية يمكن ما ارتقت إلى المستوى الفني المأمول، على اعتبار أن المنتخب القطري يمكن قضى على طموحات المنتخب الياباني في وقت مبكر، سجل هدفين. المنتخب الياباني حاول أن يستعيد قواه ويستعيد ذاكرة التاريخ اليابان في النهائيات، بدأ الشوط الثاني بشكل إيجابي جدا، سجل هدف كان ممكن يعود للمباراة، لكن المنتخب القطري باغت بهدف ثالث طبعا مع تقنية الفار. مثل ما ذكرت لم ترتقي المباراة للمستوى المأمول، لأن المنتخب القطري يعتمد على المهاجمات المرتدة لسرعة لاعبيه، في المقابل المنتخب الياباني واصل بنفس النهج اللي هو التمرير القصير وبناء الهجمات بشكل متواصل. عموما كنا نتمنى أفضل مما شاهدنا اليوم في لقاء اليابان وقطر، لكن في النهاية كرة قدم. المنتخب القطري سجل 3 أهداف وكسب اللقاء، خلينا نقول بدون عناء الأمانة، يعني 3 أهداف في شباك اليابان أعتقد كان بدون عناء وبدون مقاومة كبيرة من المنتخب الياباني. عايزين نقول ان دولة الامارات العربية نظمت بطولة تاريخية شهد بيها يمكن رئيس الفيفا جاني انفانتينو، وكانت شهادة نجاح جديدة ومتوقعة للشعب الاماراتي وللقيادة السياسية في الامارات. دولة الامارات العربية بتمتلك خبرات كبيرة وفي مختلف المجالات وفي تنظيم البطولات الرياضية، ومؤهلة دوما ودائما ان هي تستضيف كبرى البطولات الرياضية في مختلف اللعبات. دولة الامارات العربية نجحت ببراعة في التصدي لأدق العملية التنظيمية وأدق تفاصيلها اللوجستية والإدارية والفنية، ويمكن دوت أسعد كل ضيوف المونديال الآسيوي، والكل شاهد بأن الامارات قدمت نموذج يحتذى به في تنظيم البطولات الآسيوية القادمة. من يريد أن يحقق نجاحا ويحصل على شهادة نجاح بتقدير امتياز مثل ما فعلت الإمارات عليها أن ينظر ماذا فعلت الإمارات في مونديال 2019. والله للأسف أن لما يكون 11 منتخب موجودين في بطولة ضم 24 منتخب يعني بمعدل نصف، خلينا نقول نصف إلا، وما شاهد لها أي تواجد بشكل كبير إلا باستثناء طبعا المنتخب القطري اللي واصل مشواره، لا من ناحية المستوى الفني. اليوم نحن لما نتكلم عن المنتخب العراقي نتكلم عن المنتخب السعودي يعني اللي فاجأنا بصراحة بتراجع مستواه، المنتخب الإماراتي كذلك، يعني المنتخب الإماراتي لم يقدم أي مستوى في البطولة، المنتخب السوري اللي كان ند قوي للمنتخب الاسترالي في مباراة الملحق لتصفيات كأس العالم لم يقدم المستوى المأمول، المنتخب الأردني اللي تعشمنا فيه خير خرج أمام المنتخب الفيتنامي، المنتخب اللبناني كذلك. عموما المنتخبات العربية لم تظهر المستوى المطلوب باستثناء المنتخب القطري اللي في النهاية حصد وتوج باللقب على اعتبار أنه قدم مستوى متواصل أو متوازن حتى النهاية. أضف إلى ذلك وجود مدرب خبير بالنسبة له، إضافة إلى وجود أسماء يعني موجودة في الفريق، بالإضافة إلى وجود البديل الجاهز اللي ممكن يغطي أي غياب، فهذا الشيء شاهدناه في المنتخب القطري فقط. أما المنتخبات العربية الأخرى لم تقدم أي شيء يذكر وبالتالي خرجت تباعا، وطبعا هذا من سلبيات البطولة للمنتخبات العربية، على أقل تقدير ما شاهدنا لها مستوى اللي كانت عليه. وبالتالي أعتقد أن يعني التجربة الأولى لوجود 24 منتخب لم تخدم المنتخبات العربية باستثناء المنتخب القطري اللي أثبت علو كعبة على منتخبات بطولة آسيا 2019. والله مباراة ممتعة بصراحة، وفريقين أقوياء يعني استمتعت بها، أن أشوف هيك فريقين بآسيا يلعبون بهالتكنيك بهالسرعة بهالحرفية باللعب بهالهدوء بهالنظافة باللعب، استمتعت بها. وشو شفت النتيجة؟ قطر لعبوا أقوى، استغلوا الفرص صحيح، لعبوا بدفاع خطة دفاعية مع أنه اليابان هجموا، بس كانت قطر سادة كل المنافذ على اليابانيين،
وهاي الطوبة سبحان الله من كم فرصة سجلت قطر لقوارة مالتها وفازوا، ألف مبروك لهم. شفت الفريق الياباني المدرب مالتهم؟ اليابانيين اليوم لعبوا شوي اخف، ما اعرف ليش، مو مثل لعبتهم يا ايران. الشوط الثاني كله ضغطوا بس ما قدروا يسجلون ولا يهدفون، دفاعهم شويه بخلل لانه اعطى فرصه للمعز اول جول ما المفروض يتسجل، ولا الثاني بصراحه خطا دفاعي واضح كان. شو شفت المنتخب؟ المنتخب القطري منتخب احترافي بصراحه، انا كعربي افتخر به. خوش لعبه وتكتيك غريب علينا، ومنتخب واعد خطر، لازم هواي نحضر له لانه هذا منتخب خليجي راح نلعب وياه بالخليج. اذا بقى بهالمستوى اتصور حتى البطوله اسيا الثانيه ممكن ياخذها لانه راح يتقدم، فلازم احنا نهيئ نفسنا عراقيين او يابانيين اللي هيك منتخب خطر، يعني منتخب يخلص الدوره كامله يدخل عليه بس جول وكل مباراة تفوز، واحد يحتاج ينتبه. يعني فخور بي. It was amazing because all the players did good defense and but it wasn't a luck. But I'm very happy and very proud of the team of Japan. So how do you see the team today? And it was on the, they didn't have the luck. Did you cry? Yeah, it was very touched. How do you see the other team? Other team, it was really strong and good shooters, well organized. Yeah, it's really nice to see the match there. Do you want to say anything for Japan team? Congratulations, it was beautiful, beautiful games, and we are so proud what they did the before the matches with the Uzbekistan. It was amazing shoot by the Shiotani, the shooter. It was very, very amazing. And also with the Irans, we went to the matches all there, and then we saw how fast they are and how well organized the teams. Good defense all together. And I like the slogan that respects for all and no fairs, fairs none. We will keep the amazing works in our heart. كلميلي عن المنتخب الياباني شلون شفتي اليوم؟ حلو قوي كان بس اليوم ما شاء. تعرفين كل اللاعبين اليابانيين؟ شيوتاني اندو جينكي ميناموتو